دلوقتي اخر اخبار اللي انتوا عاملينها مشرفه ميداني في اول شارع الفلكي؟ اول شارع تمام. طيب ليه بسبب ايه؟ عشان المتظاهرين يعني كتروا في المنطقه هنا. احنا عملنا مستشفيتين في اول شارع الفلكي، واحده يمين واحده شمال. خلاص عشان طبعا اقرب حاجه لشارع المنصور الاسعاف ما بتقدرش تخش جوه عشان قنابل الغاز بتترمي عليها عليها. بس فاحنا هنا دي يعتبر اقرب مستشفيتين لشارع الفلكي. استقبل بقى المصابين، هو معظمهم حالات غاز، كلهم اختناق. في حالات جت من غاز، جت في حالات تشنجات خلاص، وبعد كده في حالات كمان خرطوش في البطن، وفي ناس خرطوش في الراس. شفت انا حاله جروح قطعيه في الراس، يعني ممكن تبقى الحجره او الرخام برضو، بس كل ده جاي من جوه. طب حضرتك تقييم الوضع، يعني هو الموضوع في شده وفي ازمه؟ يعني الموضوع بيزيد دلوقتي، حتى انا كمان رحت بصيت كده بعيني جوه على الغاز، لا بيضرب غاز. يعني المفروض بنتعلم يعني ازاي كل حاجه بتضرب بالمعقول. الغاز لما بيجي هنا تضرب مش عارف خمس قنابل في حته معينه، هو بيضرب حته مثلا صغيره بيضرب فيها بال 30 و 40 قنبله، مش هينفع. يعني الناس بتموت بالغاز باختناق بسبب كده. ما جالكش حاله ضربه حيه؟ بس لا، مفيش ضربه حيه لغايه دلوقتي. طيب المستشفيتين دول، طب حضرتكم محتاجين اي مثلا مساعدات او حاجه؟ هي المساعدات طبيه بس، اللي هي كايه احتياجات، ممكن كمحاليل وكعصاير ممكن حاجات ميكرو جيل، اللي هي ميكرو جيل بتاعت الغاز بس. طب محتاجين متطوعين طيب وكده؟ متطوعين الحمد لله كتير، الحمد لله. ممكن متطوعين بقى بالليل، بنحتاجهم كتير بالليل عشان المكان السمر. ماشي، حضرتك.